لاعبنا المصري الرائع محمود حسن تريزيجيه اللي ان شاء الله بنتوقع له موسم جيد ورائع في استون فيلا في البريمير ليج، يقدم مستوى رائع جدا. المدير الفني لنادي استون فيلا دينيس ميث قال امبارح كواليس ضم محمود تريزيجيه للنادي الانجليزي، وقال ان هو كان بيراقبه من فتره، وقال ان هو كمان راح اتفرج عليه في احدى المباريات في تركيا مع قاسم باشا. قال كمان ان المدير الرياضي لنادي استون فيلا هو اللي كان رشح تريزيجيه من الاول، بس انا كمان كنت اعرفه بشكل جيد وعارف طريقه لعبه. قال كمان ان تريزيجيه عنده مهارات خاصه جدا يقدر نادي استون فيلا يستفيد منها في الفتره القادمه. ان شاء الله تريزيجيه يقدر يستفيد من وجوده في استون فيلا، وكمان استون فيلا على حد قول مسؤولين ان هم كمان يستفيدوا من وجوده ويقدروا يطوروا منه باكبر قدر ممكن. نقدر نشوف تريزيجيه اللي اصبح في الدوري الانجليزي بيظهر بشكل مختلف ومميز اكتر ما هو كان مميز وقريب لقلوبنا، وشايفين فيه بذرة ونبتة صالحة جدا ان احنا نشوف نجم كبير، نجم محترف رائع بيقدم بيسجل اهداف، مؤثر مع فريقه اللي محترف فيه وايضا مؤثر مع منتخب بلاده. تريزيجيه عامل لنا الحالة ديت ومخلينا مستعدين للدوري الانجليزي الموسم دوت بشكل استثنائي بشكل اكبر. عندنا محمد صلاح، عندنا تريزيجيه، عندنا محمدي، عندنا النني، ان شاء الله تكون في خطوات افضل ليه حتى لو مش بيشارك مع ارسنال يكون في خطوة تانية توفر له فرصة المشاركة وان هو يثبت نفسه لاي بقى مدير فني حتى لو خطوة اقل من ارسنال اعتقد هتكون بمثابه خطوه لمجرد ان هو يكون بيشارك. صحيح تريزيجيه عنده ميزه كمان كبيره جدا ان هو بيلعب وهيقدر يتاقلم بسرعه مع الدوري الانجليزي ومع استون فيلا لوجود احمد المحمدي اللاعب الموجود في نفس النادي، موجود كمان رئيس النادي او مالك النادي نصيف سويرس وهو ايضا مصري. فالحاله في استون فيلا تخلي محمود تريزيجيه يقدر ينسجم سريعا، هو مش جاي غريب قوي على المكان، هو عنده ناس مصريين يقدر يتعامل معاهم ويسهلوا له امور كتيره جدا في الملعب او خارج الملعب. ان شاء الله يبقى تركيزه بس هو نفسه في الملعب بس، ومحمود تريزيجيه ده اللي احنا عارفينه عنه ان هو تركيزه دايما بيبقى في الملعب بس.